بالرغم من مرور عدة أيام على فاجعة مستشفى ابن الخطيب في بغداد والتي أودت بحياة 97 من المرضى الراقدين في هذا المستشفى وعشرات المصابين بسبب انفجار قنابل الأكسجين، إلا أنه ما زالت هناك العديد من الجثث التي لم يعثر عليها حتى الآن. الفاجعة الكبرى ولحد الآن لم نعثر على الجثث. لحد هاللحظة عندنا جثة الثالثة، احنا عندنا 3 شهداء في مستشفى ابن الخطيب، 2 عثرنا عليهم والثالثة لحد هاي اللحظة ماكو. لماذا هذا السكوت؟ لحد هذه اللحظة السكوت، ماكو أي واحد طلع صرح بالجثث اللي قال اليوم تطلع جثة، باكر تطلع ضحايا، عقبة تطلع، لحد الآن ماكو. كما شكى عدد من ذوي الضحايا من عدم الاكتراث الحكومي من مصير ذويهم الذين فقدوا في هذه الفاجعة، واتهموا الحكومة بالاستخفاف والتجاهل مصيبتهم. أخوتي 2 راحوا ومرضي أخوي 3، هسه حصلنا بس 2 وبعد 1 مفقود، وصار 10 ايام احنا ما قاعد نفتي من عنده. يعني هو وين صار هسه؟ لا مراقب عليه، لا اجى واحد سال، ماك علي. يعني احنا هسه دفلت 2 وبعد 1، الواحد هسه اريده عدي الميت، انا اريده. يعني ما صار هيك، مراقبه ماكو، مستشفى مال، يعني مستشفى ماكو هيك، مستشفى تايه، وانا رحوا لي 3. وتحدث والد مدير الصيانة في المستشفى عن أن ابنه المسجون حاليا سبق وأن حذر من منظومة الصيانة المتهالكة، لكن أحدا لم يصغ له. هذا ابن عمي، هو وابنه راحوا بهالحادث الأليم، إن شاء الله يا ربي بجاه محمد وآلي محمد يدخلهم الجنة بجاه محمد وآلي محمد. ابني مهندس مسؤول الصيانة بالاسم، بس مسؤول الصيانة، مهندس نقي، والمدير المستشفى 10 مرات يروح له يقول له طلعني اعفيني من مسؤولية الصيانة، اعفيني. مصر لأنه نزيه نظيف، ما أقدر أقول على ابني لأنهم المستشفى يقولون عليه، أنا مو موضوعي. صار له 7 أيام نايم بالسجن معتقل كأنه داعشي، كأنه مجرم. يعني المجرم مو مثله، بعد متر ونص يريد احكي وياه ما يخلون احكي وياه. يعني اللي يقتل 100 وال200 اسوة، نفس الشيء، يعني كانه مجرم داعشي. موظف انتهى الدوام راح للبيت خابره بال10 حريق صار، مو خفارته، اجى ركض بدراجته صعد فوق على المحطه، وهاي مو انا اللي اقوله، يقول اللي الناس طفوا، راح على القاطع طفاه تحمل خطورة وطف الكهرباء عن المحطة. شنو ذنب بس 7 أيام مسجون؟ فاجعة مستشفى ابن الخطيب تأتي في سياق متواصل من الفواجع والكوارث التي تعصف بالعراق منذ عام 2003، ويبدو أنها ستتواصل ما دام يحكم العراق نظام الفساد والمحاصصة الطائفية.